الحديث إذن عن هذا الإخفاق في السياسات المالية الحكومية في معالجة الأزمة المالية وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار في ظل استمرار أعمال تهريب الدولار. معنا من عمان دكتور صباح علو الخبير والباحث الاقتصادي. مرحبا بكم دكتور صباح. إذن سعر صرف الدينار العراقي الآن أمام الدولار يسجل سعر صرف متدنٍ جدا وربما غير مسبوق حتى الآن بأكثر من 1600 و300 دينار عراقي، ما الذي يحدث؟ حقيقة ما يحصل بالعراق منذ 2003 ولغاية اليوم هو حالة التذبذب المعروفة في مسألة سعر صرف الدينار العراقي، وتزداد الأزمة بين فترة وأخرى، وكأن هناك من يمتلك سياسة تحريك الاقتصاد العراقي المربوط ماليا بالإيرادات النفطية كبلد ريعي أصبح 100%. لذلك نلاحظ أن عدم ثبات سعر صرف الدينار العراقي له جملة من العوامل. أولى هذه العوامل هو وجود سلع ومواد مهربة من مخدرات إلى سلاح إلى مركبات ومواد مختلفة من خارج العراق إلى الداخل، والعمل على غسيل أموال مختلفة بحجة فتح اعتمادات من خلال مبيعات البنك المركزي العراقي. ولا يزال مزاد بيع العملة بالعراق يشكل أحد أكبر الملفات الاقتصادية غموضا، والذي تتأثر به عملية الصرف سواء في داخل البنك المركزي العراقي أو خارجه أي السوق السوداء. ولذلك نلاحظ عملية الفساد الجوهرية والأساسية هي التي تعكس لنا حالة التذبذب في عملية سعر الصرف، وهذا أيضا هناك عوامل أخرى. أولى هذه العوامل عدم وجود أي شكل من أشكال تعضيد الإيرادات بإنتاج محلي يساعد في زيادة للإجمالي المحلي الذي يعتمد على النفط تقريبا أكثر من 97%. ولذلك نلاحظ هذا الاضطراب في حالة سعر الصرف هو عامل متأثر بطبيعة الفساد الموجود من دخول المواد والمركبات أو خروج العملة والعمل على تهريبها. يعني البنك المركزي أصدر عدة قرارات لمواجهة هذه الأزمة المستمرة منذ أشهر، كيف تقيم هذه الإجراءات؟ وإلى أي مدى يتحمل البنك المركزي العراقي مسؤولية ما يحصل الآن؟ لاحظ منذ 2003 ولغاية اليوم لم يتمكن البنك المركزي من اتخاذ إجراءات حقيقية، بل عندما يكون في زاوية حادة محصورا بواقع عمليات الصرف أو غيرها يتخذ إجراءات ترقيعية لا تغني ولا تسمن من جوع، وهذا يدركه جميع المصارف الأهلية المستفيدة أو التي مرتبطة بأجندات خارجية. لاحظ تدرك ضعف إجراءات البنك المركزي، ومنها ما طرحه قبل أسبوع في مسألة أن عمليات سحب النقدي للأفراد من البنوك العراقية سواء كانت الحكومية أو الخاصة بالدينار العراقي، وسرعة ما تراجع لأنه خلق حالة من حالات الثوران لدى الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بالدولار أو بالعملة الصعبة. نلاحظ تراجع بسرعة جدا وحدد القرار اعتبارا من 1/1/24، وفي اعتقادي بداية العام القادم ستكون هناك أزمات خانقة في هذا الاتجاه، لأن الحلول دائما حلول ترقيعية لا تغني ولا تسمن من جوع في مسألة تطوير النشاط المالي والاقتصادي والبنكي العراقي، بسبب أن الفساد المعشعش هو الذي يعمل على توجيه دفة النشاط المالي بالعراق.
أيضا دكتور صباح، ماذا يعني رفض واشنطن طلبا من الحكومة في العراق بالحصول على مبلغ مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفيدرالي؟ طبعا إلى أي مدى يعني هنا أمريكا باتت تريد أن تحاصر حكومة السوداني التي ربما لديها تحفظ على بعض السياسات في العراق؟ بالتأكيد أن ازدواجية التعامل للحكومة العراقية فيما يخص النشاط المالي والحركة، باعتبار أن البنك الفيدرالي الأمريكي يحوي على جميع الإيرادات النفطية العراقية، ولذلك الحكومة العراقية والبنك المركزي تستجيب له الولايات المتحدة الأمريكية حين الطلب. ولكن هناك طلبات في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية تراها ناقصة، وبنفس الوقت قد تكون غير حقيقية في عمليات هذا السحب لهذه المبالغ الكبيرة، كما هو حصل في رفض الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار. تتوقع أن هناك مساعدة من قبل الحكومة لعملية إيصال هذه المبالغ إلى إيران، وهذا مخالف للعقوبات الأمريكية على إيران. ولكن نلاحظ هذا القرار أدى إلى عملية زيادة شراء العملة الصعبة من قبل العناصر الخاصة بارتباطها وبأجندات إيرانية تعمل على سحب الدولار من الشارع، مما أدى إلى ارتفاعه، واليوم بحدود حوالي 163,000 للمئة دولار الأمريكي. وهذا ما يفسر أيضا دكتور صباح تصريح لجنة التخطيط النيابية التي ذكرت وجود أياد خفية تتلاعب بالاقتصاد العراقي. أيضا في هذا السياق، كيف تصف صمت البنك المركزي العراقي تجاه قضية الاستحواذ أحد البنوك الخاصة في العراق، وهو تابع طبعا لبنوك أردنية بنسبة أكثر من 70% تقريبا من مبيعات الدولار اليومية؟ في اعتقادي هذا مرهون بفترة زمنية محددة من أجل إيصال معلومة للولايات المتحدة الأمريكية أن عمليات الخدمات التي يقدمها البنك المركزي في مبيعات العملة أنه ليس فقط هي بنوك خاصة مرتبطة بإيران، وإنما هناك بنوك عربية أيضا مستفيدة ومنها الأردن. هذا 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 الشيء في اعتقادي مرحلي، ولن يستمر في هذا الاتجاه في مسألة أن أكثر من 60% من مبيعات العملة لهذا المصرف أو لهذا البنك المرتبط بوجود عراقيين وأردنيين يشكلون تأسيس هذا البنك. في اعتقادي هذه رسالة قد تكون غامضة بنوع ما للولايات المتحدة الأمريكية أن نحن ملتزمون بعملية التوزيع المتساوية لبيع العملة على المصارف الموجودة في داخل العراق والمرتبطة بخارجه ومنها الأردن. إذن من عمان الدكتور صباح اللاوي الخبير والباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.